السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلاب الأعزاء سنة أولى ثانوي، أهلا ومرحبا بكم، يا رب تكونوا بخير. في حلقة النهاردة بنتكلم عن إعمال صيغ المبالغة أولى ثانوي الترم الأول. إحنا عارفين إن إحنا قبل كده في سنة ثالثة إعدادي في الترم الثاني شرحنا صيغ المبالغة، وعارفين صيغ المبالغة الخمسة إيه هم؟ جمعناهم في جملة مقوال كذاب حذر والله غفور رحيم، مفعال فعال فعل، فعول فعيل. تعالوا مع بعض نفتكر صيغ المبالغة ونرجع نتكلم في حلقة النهاردة عن الإعمال، إعمال صيغ المبالغة. صيغة المبالغة هي اسم مشتق برضو من المشتقات، خدنا اسم الفاعل واسم المفعول، دي مشتق من الفعل، دي أسماء مشتقة من الفعل يعني مأخوذة من الفعل، زي كتب في اسم الفاعل قلنا كاتب، في اسم المفعول مكتوب. هنتعرف برضو النهاردة على صيغ المبالغة. صيغ المبالغة اسم مشتق للدلالة على حدوث الفعل بكسرة أو بيان الزيادة في هذه الصفة. يبقى صيغة المبالغة اسم مشتق للدلالة على حدوث الفعل بكسرة أو بيان الزيادة في هذه الصفة. وصيغة المبالغة بتشتق من الفعل الثلاثي والفعل الرباعي على قلة. تعالوا مع بعض برضو نتعرف أكتر على صيغة المبالغة. لو واحد بيكذب كتير بنقول عليه إيه؟ بنقول عليه كذاب. كذاب دي اسم مشتق من الفعل كذبة للدلالة على حدوث الفعل بكسرة، دي بتدل، دي مبالغة بتدل على إنه بيكذب كتير، بتدل على كثرة الكذب. طب لو واحد بيتكلم كتير يبقى بنقول عليه بيقول كتير مقوال. طب ربنا كثرة المغفرة بنقول عليها غفور، كثرة الرحمة رحيم، دي صيغة مبالغة بتدل على ان الفعل ده بيحصل بكثرة. طب احنا عايزين مثلا نوصف الصورة اللي قدامنا ده، عايزين نوصف ان هو بيتكلم كتير نقول مقوال. طب وبيكذب كلامه كتير بس كلامه كله كذب يبقى نقول مقوال كذاب، وبيخلي باله علشان محدش يعرف انه بيغلط يبقى حذر، يبقى نقول مقوال كذاب حذر. وربنا يغفر لنا ويرحمنا جميعا. لما نيجي نوصف ان ربنا كثير المغفرة هنقولها غفور، طب كثير الرحمة رحيم، يبقى دي صيغة المبالغة. نحفظ المثال ده لما نيجي نقول مقوال كذاب حذر والله غفور رحيم، نحفظ يلا قول مقوال كذاب حذر والله غفور رحيم. بنوصف الشخص ده بأنه مقوال وكذاب وحذر والله غفور رحيم، ربنا يغفر لنا ويرحمنا جميعا. ايه أهمية المثال اللي قدامنا؟ المثال ده اختصر لنا كل الأوزان بتاعة صيغ المبالغة. يعني يا مستر الكلام ده؟ تعالوا مع بعض نشرح المثال. أول كلمة مقوال، مقوال دي صيغة مبالغة على وزن، برافو، صيغة مبالغة على وزن مفعال، يبقى أول وزن من أوزان صيغ المبالغة مفعال. تاني كلمة كذاب على وزن فعال، من كذبة كذاب دي على وزن فعال، يبقى عندنا كده مفعال وفعال. طب وحذر، حذر على وزن فعل، يبقى احنا عندنا كده اول ثلاث اوزان من صيغ المبالغة مقوال كذاب حذر مفعال فعال فعل. حفظنا كده اول ثلاث اوزان، فاضل وزنين غفور ورحيم. غفور على وزن برافو فعول، ورحيم على وزن فعيل، يبقى فعول فعيل. يبقى اوزان صيغ المبالغة مقوال كذاب حذر مفعال فعال فعل، وغفور الرحيم فعول فعيل. حفظنا أوزان صيغ المبالغة، نقولهم مع بعض مفعال فعال فعل وفعول فعيل، خمس أوزان. تعالوا مع بعض برضو ناخد أمثلة على كل وزن. أول وزن عندنا مفعال، مفعال قلنا زي إيه؟ مقوال، وزيها مقدام، مقدام لو شجاع، وزيها معطاء، بتدل على كثرة العطاء. تاني وزن من أوزان صيغ المبالغة فعال، زي إيه قلنا؟ زي كذاب، وزيها إيه تاني؟ غفار، كثرة المغفرة، ووهاب. تالت وزن من أوزان صيغ المبالغة فاعل، إحنا قلنا كلمة حذر على وزن فاعل، وزيها فطن، وزيها يقظ، الكلمات دي بتدل على كثرة حدوث الفعل وعلى وزن فعل. رابع وزن من أوزان صيغ المبالغة فعول، زي إحنا ما قلنا دلوقتي غفور، وزيها شكور، وزيها لدود. خامس وزن من أوزان صيغ المبالغة فعيل، لما احنا قلنا رحيم، وزيها حكيم، وزيها خبير على وزن فعيل. يبقى صيغة المبالغة اسم مشتق بيدل على حدوث الفعل بكثرة أو بيان الزيادة في هذه الصفة. وعرفنا أوزان صيغ المبالغة مفعال فعال فعل، فعول فعيل، مقوال كذاب حذر والله غفور رحيم. وزي ما عرفنا في اسم الفاعل واسم المفعول انه بيفرد ويثنى ويجمع، برضو صيغة المبالغة
بتكون مذكر ومؤنث ومفرد ومثنى وجامعة. لما ناخد مثال ويقول لك استخرج مثلا صيغة مبالغة: إن الله لا يحب الفرحين، الفرحين اللي هم المتكبرين، إن الله لا يحب الفرحين، فين صيغة المبالغة؟ لو جيت تدور على وزن من الأوزان اللي احنا قلناها دلوقتي مش هتلاقي، بس لما تيجي تركز إن الله لا يحب الفرحين مفردها فرح، فرح دي على وزن فاعل، برافو، يبقى الفرحين دي صيغة مبالغة على وزن فاعل، هنشيل منها الياء والنون هنرجعها مفرد، يبقى فرح دي صيغة مبالغة على وزن فاعل. آخر معلومة في درس النهاردة: إزاي بنعرب صيغ المبالغة؟ بتعرب إيه؟ لها إعراب ثابت ولا بتعرب حسب موقعها في الجملة؟ زي ما قلنا في اسم الفاعل واسم المفعول بيعربوا حسب موقعهم في الجملة، برضو صيغة المبالغة بتعرب حسب موقعها في الجملة. ناخد مثال: لما أجي أقول لك الجندي يقظ، الجندي يقظ، يقظ دي صيغة مبالغة على وزن فاعل، برافو، دي صيغة مبالغة هعرفها حسب موقعها في الجملة. الجندي دي مبتدأ يبقى يقظ دي خبر، يبقى احنا كده اتعرفنا على صيغة المبالغة وتعرفنا على أوزان صيغة المبالغة. بتمنى أكون قدرت أفيدكم في حلقة النهاردة. اضغط لايك للفيديو، شير الفيديو لكل أصحابك عشان يستفادوا. أشكركم، لكم مني كل الحب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بعد ما افتكرنا صيغ المبالغة وعرفنا ان اوزان صيغ المبالغة الخمسة مفعال فعال فعل فعول فعيل لازم تكون حافظها علشان تقدر تستخرج صيغة المبالغة، اعمال صيغ المبالغة زي ما اتكلمنا في الدرس اللي فات في اعمال اسم الفاعل، نفس الدرس تقريبا، اعمال صيغ المبالغة ان صيغة المبالغة بتعمل عمل الفعل بتاعها، زي ما قلنا اسم الفاعل بيعمل عمل الفعل، برضو صيغة المبالغة بتعمل عمل الفعل المبني للمعلوم. الفعل بيعمل ايه؟ بيرفع فاعل لو كان لازم، وبيتعدى وبينصب مفعول به او اكثر لو كان الفعل متعد. وزي ما قلنا برضو في اعمال اسم الفاعل، برضو اعمال صيغ المبالغة لو مقترنة بال، لو صيغة المبالغة فيها الف ولام هتعمل عمل الفعل بدون شروط، ولو غير مقترن بال هتعمل بشرطين، بنفس الشرطين بتوع الدرس اللي فات بتاع اعمال اسم الفاعل. لما نيجي نقول مثال: الشكور ربه محبوب، لما نيجي هنا نستخرج صيغة المبالغة بتدور على حاجة من الاوزان الخمسة مفعال فعال فعل فعول فعيل، هلاقي كلمة الشكور على وزن فعول، يبقى الشكور هنا صيغة مبالغة. طالما صيغة المبالغة فيها ألف ولام هتعمل عمل الفعل بدون شروط. لما نيجي هنا في المثال ده نشيل الشكور ونحط الذي يشكر، الذي يشكر ربه محبوب، أيوة الجملة تمام، يبقى هنا الشكور دي بتعمل عمل الفعل. يعني ايه برضو؟ الشكور اعربها ايه؟ مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هنشيل الشكور ونحط يشكر، يشكر هو ربه، يبقى ربه هنعربها مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، والضمير المتصل بالاسم برب ده ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. طب الشكور مبتدأ، فين الخبر؟ ماله الشكور؟ محبوب، يبقى محبوب دي خبر مرفوع وعلامة رفع الضمة. تقريبا كده الموضوع بقى سهل جدا، زي اسم الفاعل وصيغ المبالغة، طالما صيغة المبالغة فيها ألف ولام هتعمل عمل الفعل بدون شروط. تعالوا مع بعض بقى نتعرف لو صيغة المبالغة غير مقترنة بأل، ما فيهاش ألف ولام، هتعمل بشرطين، بنفس الشرطين بتوع اسم الفاعل. احنا قلنا الشرطين، أول حاجة إن اسم الفاعل وبرضو صيغة المبالغة تدل على الحال والاستقبال، يعني لو لقيت المثال، لو لقيت الجملة فيها أمس، لا يبقى ده مش بيدل على الحال أو الاستقبال. تاني شرط إن بيكون يعتمد على، زي ما قلنا برضو في اسم الفاعل، أول حاجة يكون بيدل على الحال والاستقبال وبيعتمد على نفي أو بتعتمد على نفي اللي هي صيغة المبالغة. لما نيجي ناخد مثال نقول ما كتوم الرجل السر، هنا فين صيغة المبالغة؟ كتوم على وزن فعول واعتمدت على نفي، يعني قبلها نفي، يبقى هنا بتعمل عمل الفعل. هنشيل كتوم ونحط يكتم، يكتم الرجل، يبقى الرجل هنا هنعربها يكتم، مين اللي بيكتم؟ الرجل، يبقى فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والسر مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة، لأن الاسم هنا كتوم عمل عمل الفعل. وبرضو صيغة المبالغة بتعمل عمل الفعل لو غير مقترنة بأل وبتدل على الحال والاستقبال، تكون بتعتمد على نفي أو بتعتمد على استفهام، يعني يكون قبلها استفهام. لما نيجي نقول هل سمع المعلم طلابه؟
برضو هنا صيغة المبالغة على وزن فعيل سميع اعتمدت على استفهام، يبقى بتعمل عمل الفعل. يبقى هنشيل سميع ونحط يسمع. يسمع المعلم طلابه، نعرب المعلم فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة، وطلابه طلاب مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، والهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. برافو، تمام. يبقى عرفنا خلاص صيغة المبالغة بتعمل عمل الفعل لو غير مقترنة بأل. أول شرط تدل على الحال والاستقبال، تاني شرط تعتمد على نفي أو استفهام أو نداء لو قبلها برضو نداء، لما نيجي نقول يا غفارا الذنوب، اللهم اغفر لنا ذنوبنا، يا غفارا. هنا غفار على وزن فعال اعتمدت على نداء، قبلها نداء، يبقى غفار بتعمل عمل الفعل. نشيل غفار ونحط يغفر. يغفر الذنوب، يبقى الذنوب هنعربها مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. يغفر الله، يبقى الفاعل ضمير مستتر تقديره هو، والذنوب دي مفعول به. يبقى عرفنا من شرط صيغة المبالغة بعد ما تكون بتدل على الحال والاستقبال تكون بتعتمد على نفي استفهام نداء، أو تكون خبر أو نعت أو حال، تعالوا نقولهم برضو بالتفصيل، تكون بتعتمد على مبتدأ، يعني صيغة المبالغة تكون خبر. لما نيجي نقول مثال المسلم شكور ربه، هنا المسلم مبتدأ وهنا شكور على وزن فعول، دي صيغة مبالغة، هنا خبر يعني اعتمدت على مبتدأ اللي هو المسلم، يبقى شكور هتعمل عمل الفعل. نشيل شكور ونحط يشكر. يشكر ربه، يشكر دي الفعل، الفاعل ضمير مستتر رفعت فاعل اللي هو الضمير المستتر تقديره هو، ورب دي مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة، وبرضو الهاء الضمير أي ضمير بيتصل بالاسم بيكون ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. يبقى عرفنا من شروط صيغة المبالغة الغير مقترن بال اللي مفهوش ألف ولام إن يكون خبر أو يكون نعت، يعني بيعتمد على موصوف. لما نيجي نقول مثال هذا رجل حقود قلبه، هنا في المثال ده لما أجي أستخرج صيغة مبالغة هلاقي كلمة حقود على وزن فعول، هنا الكلمة دي أعربها إيه؟ نعت. يبقى برضو هنا هتعمل عمل الفعل لو كانت صيغة المبالغة خبر أو نعت أو حال وبتدل على الحال أو الاستقبال، برضو بتعمل عمل الفعل لو كانت غير مقترنة بأل. هذا رجل حقود، الرجل وصفنا الرجل بأنه حقود، يبقى هنا صيغة المبالغة بتعتمد على موصوف، يعني حقود دي نعت، هنا بتعمل عمل الفعل. نشيل حقود ونحط يحقد. يحقد قلبه، يبقى قلبه هتعرب فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة. وبرضو صيغة المبالغة ممكن تكون حال، لما نيجي نقول مثال أحب الرجل، كيف أحب الرجل؟ معطاء. معطاء هنا صيغة مبالغة وجات حال هتعمل عمل الفعل. هنشيل معطاء ونحط يعطي. معطاء الناس، يعطي الناس، يبقى الناس هتعرب مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتح. وبرضو زي ما قلنا في درس اعمال اسم الفاعل، هنا برضو يجوز اضافة العامل لمعمولة. ينفع صيغة المبالغة ترفع فاعل وتنصب مفعول به، وينفع يجي بعد صيغة المبالغة مضاف اليه، يعني يضاف العامل للمعمول، يعني يكون بعد اسم الفاعل او صيغة المبالغة العاملة يجي بعدها مضاف اليه. ناخد مثال لما نيجي نقول الله غفار الذنوب، طالما هنا غفار صيغة المبالغة منونة يبقى استحالة يكون بعدها مضاف اليه. المضاف اليه شرط ان يجي قبله اسم ونكرة وغير منون. طالما الاسم منون، طالما صيغة المبالغة منونة، يبقى اللي بعدها مش مضاف إليه، هنا هترفع فاعل وتنصب مفعول به. نشيل غفار ونحط يغفر. يغفر هو الذنوب، يبقى الذنوب مفعول به منصوب وعلامة نصب الفتحة. إنما لما نيجي نقول الله غفار الذنوب، أيوة هنا غفار المضاف، وهنا يجوز إضافة العامل لمعموله، يجوز إن احنا نعرب الذنوب مضاف إليه مجرور وعلامة جر الكسرة. وبكده برضو في حلقة النهاردة قدرنا نشرح ونتعرف على أوزان صيغ المبالغة الخمسة، ونتعرف على أعمال صيغ المبالغة، وإن صيغ المبالغة بتعمل عمل الفعل بدون شروط لو كان فيها ألف ولام، وتعمل بشروط لو كانت غير مقترنة بأل ما فيهاش ألف ولام. شرط الأول تدل على الحال والاستقبال، الشرط الثاني تكون بتعتمد على نفي استفهام نداء، أو تكون خبر أو نعت أو حال. بتمنى أكون قدرت أفيدكم. بشكركم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.